السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة المدير المعلوماتية. ماذا بكم ديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، مشاهدة ممتعة إن شاء الله. إذا سافرتم في عطلة وتركتم البيت فارغ لعدة أيام وتكون لديكم في الثلاجة لحوم وأسماك مجمدة، فيمكن أن تنقطع الكهرباء ويذوب التجمد، وبالتالي تتعفن اللحوم، وعند عودة الكهرباء سوف يتجمد من جديد وأنت لا تدري ماذا حصل. وعند عودتكم للمنزل وتقومون بالطبخ، ممكن جدا أن تتسمموا، لذلك قبل ذهابك في العطلة اترك كأس من الماء متجمد في الثلاجة، وضعوا فوقه قطعة نقود، فإذا وجدتم قطعة النقود قد نزلت لقاع الكأس فاعلموا أن الكهرباء انقطعت وذاب التجمد، فلا تأكلوا ما تركتم. وإذا وجدتم قطعة النقود باقية من فوق الكأس فلا خطر من تناول ما تركتم.